خلينا نبلش بحلقه اليوم لازم نسفق لازم تسفيقه لازم كل حلقه تكون موجوده طيب انت انسان بتشوف مسلسلات اجنبيه بتشوف مسلسلات تركيه عربيه اه اسبانيه بتشوف المانيه اذا شايف دارك بتشوف اه دنماركيه اذا شايف مسلسل دارين بس هيك طق على بالك طق العرق هون طق الفيوز بدك تشوف مسلسل بلغه جديده بدك مسلسل قصير بلغه جديده تستمتع فيه انا اليوم جايب لك مسلسل فرنسي اللغة الفرنسية ما في أحلى منها ما في أرقى منها ما في ألز منها فإذا أنت من الناس اللي بتحب المسلسل يكون فيه جريمة المسلسل يكون فيه تحقيقات وقاتل وقتل وهالقصص هي بنفس الوقت بدك مسلسل قصير لا هو عشر حلقات ولا هو ثمان حلقات ولا هو لا هو ست هو ست حلقات فمسلسل كتير قصير كل حلقة أقل من ساعة فرح تخلصه بقعدة أو بقعدتين وبنفس الوقت مثل ما حكيت مسلسل فرنسي اللغة لذيذة لطيفة خفيفة تنسمع وراح تستمتع كثير بتجربته الصوتية مسلسلنا اليوم هو مسلسل لامانتي قبل ما نحكي بتفاصيله خلينا ننزل الانترو قصة المسلسل بشكل جدا سريع ومن دون اي حرق اليوم في عنا قاتل ما نعرف من هو قتل اول ضحيه قتل الثانيه قتل الثالثه اجوا الشرطه شافوا الجسس، عم حققوا في الموضوع فاكتشفوا او لاحظوا انه كل جثه مقتوله بطريقه معينه على سبيل المثال اول جثه داخل المفتاح بعينه مثلا ثاني جثه داخل المفتاح بانفه على سبيل المثال ثالث جثه نفس الموضوع مشروطة من هون أو مضروبة من هون هل هو في علامات فارقة على الجسس بحيث كل جسة بتميزها طريقة قتل معينة هون الشرطة تتذكر انه كان قبل 30 سنة في حدا اسمه لامانتي او السرعوفة 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 السرع... ما بعرف شو متلفز بالضبط هي نوع من انواع الحشرات آه معروفة كمان بفرس النبي اتوقع فما بعرف انا بصراحة بقولوا لامانتي بالفرنسي هي الانسانة هي كانت قاتلة عندها كان سبع ضحايا سبع جرائم تركبتهم وعلى اثرهم انحكمت سجن مدى الحياه فبرجعوا لعند لامانتي لحتى يحاولوا ياخذوا منها معلومات ويحققوا ويعرفوا من هو القاتل المقلد خلينا ندخل فورا على ايجابيات المسلسل واول ايجابيه عندنا من ايجابيات المسلسل هي التجربه السمعيه بحيث انت اول ما تحط سماعه ثانيه س... ثانيه على سبيل المثال على سبيل المثال انت بلشت بالحلقه الاولى وعم المسلسل على التلفزيون او عم المسلسل على اللابتوب بالصوت اللي طالع من اللابتوب او طالع من التلفزيون او طالع حتى من الموبايل نصيحه مني انا بنصحك بهذا المسلسل بالذات جيب سماعات ايش ما كان يكون نوعه حط على أذنيك واسمع رح تاخذ تجربه سمعيه رهيبه من المؤثرات الصوتيه اللي بيعملوها على اصغر الشغلات اللي ممكن تتوقعها كمؤثرات صوتيه كانوا بيعملوها بهذا المسلسل اذا كان عم بيحك بس هيك اصبعته ما في اذا يطلع اساسا عندي على عن المايك هذا الصوت كان يطلعوه على سبيل المثال اي صوت اي تفصيله صغيره بهذا المسلسل كان لها مؤثرات صوتيه وكانت معموله بطريقه جدا حلوه بطريقه جدا متعوب عليها بغض النظر عن المؤثرات الصوتيه وجماليتها بنشوف انه موسيقى كثير رايقه كتير حلوه مناسبه لأحداث المسلسل بتدخلك بجوه كمان بنفس الوقت الشغله الثالثه من التجربة السمعية أنه في عندك لغة فرنسية وهي من أحلى اللغات كسماء لغة كتير لذيذة راقية أه بتحسها لطيفة على الأذن بتحسها بتدخل هيك ست حلقات بتقول أنه لازم يحطوا أكثر من ست حلقات عشان أسمع بتصير تدور على النت ايش في مسلسل ايش في فيلم جديد بيحكوا باللغة الفرنسية لحتى أسمع فرنسي فالتجربة السمعية بهذا المسلسل رائعة جدا النقطة الثانية الإيجابية هي رتم المسلسل اللي كتير سريع وإنك ما بتمل أبداً بحيث عنا اليوم ست حلقات الحلقة أقل من ساعة وبنفس الوقت عنا سبع ضحايا رح تموت أو ست ضحايا رح تموت فأنت خلال هالست حلقات تقريبا تقريبا عندك كل حلقة ضحية جديدة كل حلقة في جريمة رح تتنفذ الرتم السريع للمسلسل الأحداث اللي رح تنكشف بسرعة التحقيقات اللي بتصير قصر المسلسل مثل ما حكيت قصر الحلقة بيخلي دائما الرتم تصاعدي بتحس انك انت فورا يعني قاعد وما بتمل ابدا ف نقطة كتير حلوة ونقطة إيجابية بالمسلسل إنك أنت ما بتمل أبداً في المسلسل خلينا نحكي عن السلبية الوحيدة بهذا المسلسل الممثل اللي أدى شخصية داميان يعني. أنا ما فهمت ليش القائمين على العمل ليش المنتج إجا دفع مصاري وقال هذا المسلسل ليش المخرج راح اختار هذا الإنسان هذا الإنسان ما بيعرف يمثل هذا الإنسان ما بيخليك تتفاعل معه اليوم أنت كبطل وقت انا لازم احس انك انت عم تبكي او بمعنى اخر ازعل اذا انت اليوم عم تضحك فانا لازم اضحك معك اذا انت اليوم عم تعمل اي شيء اي تعبير وش انا لازم اتفاعل معك هذا الانسان ما بيعرف يمثل هذا الانسان بكل معنى الكلمه طول المسلسل ما كان يعرف يعطي تعبير وش صح فاي تعبير وش كان بيعطيه هو هيك بكل معنى الكلمه اي تعبير كان يعطيه هيك فما بتشوفه عم بيخليك انك تتفاعل معه او تدخل بالجو معه ما بعرف يعني شخصية بطل من ابطال المسلسل ما بتعرف تمثل او هذا الانسان انه كان هو ما بيعرف يمثل ما فهمت ليش فهي نقطة سلبية انا هذا المسلسل كنت بعطيه عشرة من عشرة برأيي الشخصي وبرياحة ما بعرف يعني نزل من تقييمه على الفاضي برأيي كان ممكن يجيبوا اي حدا بيعرف يمثل ويعطوه الدور ويطالع شيء احسن اذا جابوا اي حدا بيعملوا مؤخذ التمثيل ممكن يطالع دور احسن من هذا اساسا هاي سلبيه برايي قاتله انك انت تجيب بطل من ابطال المسلسل وما يعرف يمثل طيب خلينا نسال السؤال اللي انا لازم دائما اساله بحلقاتي لازم نشوف مسلسل لامانتا ولا لا قبل ما اجاوب على السؤال لازم بس اوضح شغله صغيره هذا رايي الشخصي انا ما بفرض رايي ما بفرض رايي على اي حدا اذا انت بدك تشوف المسلسل هذا الشيء برجع لك ما بدك تشوفه هذا كمان شيء برجع لك اذا عجبك المسلسل فرايك رح يكون متل رايي ما عجبك المسلسل بيضل رايك الشخصي وكل واحد له ذوقه بالمسلسلات فانا ما بفرض رايي على حده. لذلك خليني اعطي رايي في هذا الموضوع مسلسل لمانتي هو مسلسل شبه متكامل التجربه الصوتيه كانت رائعه من الموسيقى للمؤثرات الصوتيه للغه اللي بتنحكى فانت كتجربه سمع رائع اذا بدنا نحكي عن جو المسلسل من تصويره لتلوين المشاهد لشدك او شده لألك يعني انت ايه عاد شدك المسلسل ولا لا كان كمان كل شيء زابط اخراجيا كان حلو مشاهد الفلاش باك كانت حلوه السلبيه الوحيده مثل ما حكيت هي شخصيه داميان يعني. الشيء اللي بيميز هذا المسلسل برايي انه قصير كتير ست حلقات كل حلقه اقل من ساعه لولا هدول النقاط اللي حكيتهم كان هذا المسلسل بياخد عشرة من عشرة برأيي الشخصي لكن على هالقصص بعطي المسلسل تسعة من عشرة بعطي هذا المسلسل تسعة من عشرة هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم الأسبوع الجاي رح ينزل فيلم إسباني والأسبوع اللي بعده رح ينزل فيلم تركي بحيث أول حلقة بكون حكيت عن شيء أجنبي تاني حلقة عن فرنسي الثالثة عن إسباني والرابعة عن تركي بحيث يصير تنوع وحاول أرضي جميع الأذواق هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم أه بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه وكانت قصيره اتوقع راح تطلع سبع دقائق او 8 دقائق ما اتوقع اكثر اذا في ملاحظات كالعاده تكتبولي تحت بالكومنتات او ابعثوا أه على الواتساب على الانستغرام اللي هو مهم تصل الملاحظه تبعتكم لالي بحيث اقرا واحاول الفيديو اللي بعد هذا يكون افضل من هذا سلام